أعزائي الطلبة، استكمال لمجموعة المحاضرات الخاصة بمقرر هيكلية الحاسوب ولغة الأسمبلي، نكمل وإياكم بإذن الله تعالى في سلسلة التسجيلات. طبعا المحاضرة السابقة كنا تكلمنا على بعض الانستراكشنز اللي هي الخاصة بالأرثمتيك كالكوليشنز، شفنا صيغة الاد انستراكشن، شفنا السبتراكت، قلنا الاد لها الجنرال فورم الخاص بها بالشكل اللي موجود امامنا، ممكن الفيرست باراميتر تكون ريجستر، السكند باراميتر اللي هو ريجستر او ميموري او تو اميديت فاليو از كونستانت فاليو. نفس الشيء بالنسبه للسبتراكت، وشفنا مجموعه من الامثله على هذا الكلام، بالاضافه الى انه شفنا المالتيبليكيشن انستراكشن واللي هي قلنا عنها بانها عبارة عن سنجل اوبراند انستراكشن، والديفيجن برضو عبارة عن سنجل اوبراند انستراكشن. وشفنا طبعا الاد انستراكشن تعتبر اللي هي عبارة عن تو اوبراند انستراكشن زي ما احنا كنا حكينا المحاضرة السابقة. بعدين انتقلنا للي هو البرنت فاليو، يمكن هذه أول مرة احنا بنشوف كيفية طباعة بالتحديد الأرقام، وجينا طلعنا أو شفنا إيش المقصود بالتلاتين اتش اللي هي عبارة عن الاسكي كود اللي هو الصفر اللي هو القيمة بتبعته، ولأنه في الأساس حتى الأرقام زي ما حكينا اللي هو تمثيلها من خلال الاسكي كود. طبعا عشان احنا نقوم بعملية الطباعة لازم يكون في عندي اقتران ما بين اللي هو الانتربت 21 اتش مع اللي هو الاثنين انها تكون موجودة في اللي هو الاي اتش ريجستر، الاثنين تكون موجودة في الاي اتش ريجستر عشان اطبع كاركتر اللي هو just to print one character or single value. من وين القيمة ها بدي يروح يجيبها؟ قلنا حكينا بدي يروح يجيب لنا إياها من DL register. شفنا المثال اللي موجود أمامنا اللي هو من خلال طباعة اللي هو الكاركتر A، طباعة اللي هو القيمة هذه اللي موجودة عندنا، عندي عملية قسمة للستة او ضرب الستة في اللي هو القيمة تلاتة، الناتج كان حيكون اللي هو عبارة عن ايش 18. عملية الديفيجن اللي موجودة عنا عن من اللي هو الناتج الان تم تخزينه في الاي اكس ريجستر، راح وضع لي القيمة 7 في السي اكس ريجستر. عملية الديفيجن اللي موجودة من اللي هو 18 مقسومة على 7، طبعا ناتج القسمة حيكون عندي 2 والباقي 4، الباقي حيتم تخزينه في الدي اكس ريجستر والناتج في الاي اكس ريجستر زي ما حكينا في المحاضرة السابقة. طبعا لانه هنا 1 بايت، اسف 2 بايت اللي هو الاي اكس ريجستر والسي اكس ريجستر 2 بايت، فالناتج كان في الاي اكس واللي هو باقي القسمة في الدي اكس، لكن لو استخدمت سي ال او الاي ال الموجودين عندنا كان الناتج حيكون في الاي ال او اللي هو الباقي في يبقى كان الناتج حيكون في الاي اتش والباقي في الاي ال، بحاجة لانك تشوف الكلام هذا وتشوف انه تعمل تريس عليه علشان يكون الامور واضحة عندك. طبعا هذه صيغة الاسكي اللي احنا شفناها كيف احنا ممكن نصلها من الاميوليتر. كان في عندنا برنامج، كان في عندنا برنامج بالاصل انه نشوف بإمكانك اللي هو طلبنا منكم تطبقوه إلكو. وهنا صيغة اللوب انستراكشن اللي هي باستخدام الجامب نوت زيرو، الجامبس كلها بإمكاني أنا أستفيد منها في عمل كونستراكشن ل
اللوبس، أو إنها ترجعني من البوتوم تو أب أو من أب تو بوتوم. حنشوف الكلام هذا وأهميته في استخدامنا مع الكومباريزونز أو الكومبير انستراكشن. طبعا هنا ايش بده يعمل؟ ايش قال لي؟ move ax فاصل bx، وضع القيمة اللي هو ال bx في ال ax، ضاف على ال bx 2، طرح من ال cx 1. jump not 0 if not 0 لوين؟ للوكيشن ال 1 على مين اللي هو ال not 0؟ انه ال cx ما صارتش تساوي 1. وين اللي هو الكلام هذا التست لمين؟ لا لفلاج، فلاج از نوت سيت. يبقى بنأكد ونشدد على انه الجامب انستركشنز هذه ما استخدامنا للليبلز اللي احنا كنا اشرنا بانها يعني احدى مكونات اللي هو الانستركشنز الخاصة في الاسمبلي، بانه انا ممكن اشكل نوع من اللوب اللي هو عملية التكرار. طبعا الكلام هذا بيعتمد على ايش؟ على اللي هو مثلا قيمة السي اكس قديش ممكن يكون موجود فيها لو انا بديها ككاونتر لوب. لقدام حنجي نشوف انه في المحاضرة اللي جاي ان شاء الله تعالى نشوف اللي هو السي ام بي انستركشن وكيفية ارتباطها مع الجامبس. هذه محاضرة لاحقة. نفس الشيء عندنا هنا، راح اللي هو أخذ برضو هنا sketch of program move اللي هو bx فاصل number 1 point bx to first number اللي هو number 1. هذه ممكن تكون سلسلة من القيم موجودة زي define db مثلا، أو db باستخدام الدب for example 10 values 100 values. فيبقى هنا راح حدد على اول قيمة موجودة موف سي اكس مثلا 10، لود نمبرز كاونت اللي هو قديش انت بدك اياه يعمل لك اللي هو الكاونت هذه بتبعتك، اد اي اكس فاصل بي اكس اللي هو الكونتنت اللي موجود في وين؟ في القيمة المؤشر عليها من وين؟ من البي اكس ريجستر زي ما حكينا قبل هيك. اوكي، يبقى اخذ اول قيمة في الذاكرة اللي مؤشر عليها في وين؟ من النمبر 1، جمعها على مين؟ على الـ AX register. add BX فاصل 2 موجود، sub CX فاصل 1 subtract jump not 0 لوين؟ للـ L1 اللي هي هيها موجودة عندنا. اوكي، هذا الكلام بده يضلوا شغال طالما الـ CX ايش مالها؟ زي ما حكينا قبل شوي الـ jump not 0 jump to location L1 if the 0 flag is not set. متى حيصير في ست للزيرو فلاج؟ لما السي اكس هذه تصير قيمتها ايش مالها؟ صفر او بتساوي صفر. هنا بدي يروح على افتراض بانه القيم اللي كانت موجودة عنده النمبر 1 اللي هي كانت في عنده 20 قيمة نمبر 1 بلس 20 عملية موفمنت للادرس اللي موجود عندنا اللي هو كان النمبر 1، عشان بده ايش؟ يخزن لي اللي هو الناتج بتبعنا في وين؟ في الذاكرة، في اللي هو بعد مجموعة القيم هذه. يعني على فرض كان عندي 20 قيمة، اوكي، او 20 طبعا 20 بايت مثلا. هان نمبر 1 هي دي دبليو، لاحظ دي دبليو اللي هي عبارة عن وورد، 5 في اللي هو 2 ب10 بايت موجودة عنا. بدنا نركز في كل جزئية من الجزئيات هذه. أخذنا مثال بسيط على كيفية طباعة مجموعة الأرقام من 0 إلى 9. طبعا شفناه باستخدام الصفر أو الأسكي كود. آخر شيء وصلنا للي هو الجزئية هذه اللي هو الأدرسينج مودز والبرانشينج. طبعا الادرسنج مود احنا حكينا عنها قبل هيك، لكن الان نيجي نتعمق فيها بنوع من التفصيل ان شاء الله تعالى. طيب كنا احنا اذا فاكرين، لو استرجعنا بالذاكرة هيك، كنا حكينا على اللي هو مجموعة الجمل اللي موجودة عندنا في، او الانستركشنز اللي موجودة في الاسمبلي عندنا اللي هو
عندنا ريجستر ستيتمنت، عندنا ميموري ستيتمنت او في الادريسنج طبعا، بالاضافه للكونستنت ادريسنج. هذا الكلام لو رجعنا بالذاكره لما كنا بنتكلم على اللي هو الانكودينج انستراكشنز. اوكي، يبقى اول شكل من اشكال الادريسنج مود للاوفست ادريسنج. في هذه الحاله الديفولت سيجمنت اللي موجود عندنا اللي هو عباره عن الداتا سيجمنت. طبعا هذا الكلام بيساعدنا في عمليه احتساب الادرس سواء كان فيزيكال او لوجيكال ادرس لمين لا الانستراكشن. قال لي يبقى لو انا بجيت اللي استخدمت شغل الدايركت ادريسنج زي ما احنا شايفين، كيف انا عرفت انه دايركت؟ لانه موجود ما بين السكوير براكتس اللي موجودة في عندي كونستانت. يبقى هنا موف اي اكس فاصلة صفر اكس اللي هي للدلالة انه انا بشتغل كهيكسا ديسمال 1 2 3 4. ايش عمل هنا؟ اجي قال لي مو وورد موف. ليش وورد موف؟ لانه انا مستخدم هيني اي اكس ريجستر. الاي اكس قديش؟ 16 بت، 2 بايت، اللي هي 1 وورد او وورد واحدة. يبقى حياخد القيمة اللي هي اللي موجودة في البايت 1234 بالهيكسا ديسيمال، اوكي، ويروح يحطها في والبايت اللي هي 1235 اللي هي جنبها على طول، حيروح يضع لي اياها في وين؟ في الهيكس ريجستر. في حين الانستراكشن هذه موف اي اتش فاصلة صفر اكس 1 2 3 4 اللي هي بايت موف. ليش بايت موف؟ لانه الاي اتش ريجستر هذه اللي هي عبارة عن ايش؟ 8 بت، فبالتالي حياخد بس واحد واحد بايت. لو احنا كنا بدنا نضع قيمة موجودة ككونستنت فاليو بدنا اياها فقط اللي هي 1 بايت عشان نبعد عن الامبيجيوتي، اجي قال هيني بايت موف بايت ف لمين؟ لا اللي هو الدايركت ادريسنج اللي هي 1 2 3 4 بالهكسا، وراح وضع فيها قيمة العدد 10. لو انا بدي اياها هذه تخزن في 2 بايتس او 1 وورد، يبقى موف وورد 0x1234 والعدد او القيمه 10 اللي موجوده عندنا، فهذه ال10 حتخزن في 2 بايتس. اوكي، البيس ادريسنج، لاحظ هناك كانت دايركت ادريسنج او الاوفست ادريسنج زي ما احنا شايفين قيمه عدديه مباشره، والديفولت سيجمنت اللي موجود عندنا الدي اس. البيس ادريسنج اللي هو برضو بنستخدم الديفولت سيجمنت هي الداتا سيجمنت. ايش يعني بيس ادريسنج؟ لاحظ انه انا في عندي ايش؟ اندايركت ادريسنج، بمعنى بانه هيات البي اكس ريجستر بدنا نشوف ايش القيمه في اللي موجوده فيه عشان هو يكون كاندكس لمين؟ لا اللي هو الميموري لوكيشن اللي موجود عندنا. موف اكس فاصله بي اكس، يبقى انا مش هحرك القيمه البي اكس نفسها ضاعها في الاي اكس ريجستر، لا هشوف اللي هو الميموري لوكيشن which is pointed by bx اللي هو القيمة المؤشر عليها من خلال اللي هو bx. على فرض كانت القيمة اللي موجودة في bx register هذه كانت فيها 1000، يبقى حروح وكأنه move ax فاصلة 1000، يبقى روح شوف لي القيمة الميموري لوكيشن اللي هي فيها 1000 ايش القيمة الموجود فيها، يعني هتصبح وكأنها زيها زي ايه؟ زي القيمة اللي هان هنا ايش كانت؟ روح شوف للقيمة اللي مخزنة في الميموري لوكيشن 1234 بالهكسا. هنا شوف لي القيمة اللي مخزنة في المكان اللي ايش القيمة العددية اللي موجودة في البي اكس على سبيل المثال 1000، وروح خزن ليها في وين؟ في اللي هو الاي اكس ريجستر. مثلا لو في الميموري عندي كان هنا في المكان اللي اسمه 1000 في العدد 17، فيبقى حيروح ياخد العدد 17 ويضعها في الاي اكس. موف بايت بي اكس فاصلة 10، هناك اخذ اللي هو وورد كاملة، هنا لا، هنا ليش وورد؟ لانه الاي اكس السايز تبعها 2 بايتس، اخذ 2 بايت هنا البي اكس والبي اكس زائد 1، القيمة المؤشر عليها بالقيمة الموجودة في البي اكس والبي اكس زائد المكان المؤشر عليه بالبي اكس زائد 1. موف بايت بي اكس فاصلة 10، يبقى هنا راح وضع لي قيمة العدد 10 في المكان المؤشر عليه من خلال مين؟ المتغير اللي اسمه بي اكس، استخدم 1 بايت. هنا 10 في المكان المؤشر عليه
من البي اكس بس استخدم ايش 2 بايتس. طيب لو رحنا استخدمنا، لاحظ نفس الصيغة لكن بدلا من البي اكس رحنا استخدمنا ايش البيس بوينتر ريجستر، اجي قال لي في هذه الحالة الديفولت سيجمنت اللي موجود عندك اللي هو ايش الستاك سيجمنت، نفس الشغل بس اللهم فيه تم استبدال ايش البي اكس ريجستر بالبيس بوينتر ريجستر. اندكس ادريسنج، الاندكس ادريسنج اجى قال لي الاندكس ادريسنج اللي هو الصيغه سورس اندكس ريجستر داتا ديستنيشن اندكس ريجستر. هنا اجى قال لي في حال استخدامي اي من الريجسترز هذه الديفولت سيجمنت تبعي اللي هو عباره عن ايش الداتا سيجمنت. اصبح واضح عندي الصيغه هذه موف اي اكس فاصل للاس اي يعني القيمه المؤشر عليها بالاس اي كميمور لوكيشن، روح حرك لي ايش الكونتنت بتبعها وروح حط لي في الاي اكس ريجستر، القيمه المؤشر عليها بالدي اي اللي هو الديستنيشن اندكس ريجستر روح خزن لي فيها القيمه العدد 10، هنا 1 بايت هنا 2 بايت. طيب راح اجي قال لي طيب افرض كان عندي البيس زاد اوفست ادريسنج او دايركت ادريسنج زي ما هو موجود عندي هنا، اجي قال لي موف بي اكس فاصل بي اكس زائد اللي هو الصفر اكس صفر مية، راح ضاف لي قيمة العدد مية على البي اكس ريجستر عشان اللي هو الميمور لوكيشن اللي اصبح موجود عندها يروح يضعف وين في الكونتنت بتبعه يروح يضعف الاي اكس ريجستر. اجي قال لي في حال وجود بي اكس وعندي اوفست يبقى الديفولت سيجمنت بتبعي ايش ماله الداتا سيجمنت. نفس الشيء عندي هنا موف بايت بي اكس زائد اللي هو صفر اكس للمية روح حط لي القيمة 10 في المكان المؤشر عليه من اللي هو البيس والاوفست اللي موجود عندنا هان، بس بدك تستخدم ايش 1 بايت. هنا حط لي 10 هذه بس بدك تستخدم اللي هو 2 بايت. طيب لو استخدمت لاحظ الفرق ما بين الانستركشنز هذه اللي هو هنا بي اكس هنا بيس بوينتر بيس بوينتر ريجستر، اجي قال لي في هذه الحاله الديفولت سيجمنت تبعنا مين اللي هو ستاك سيجمنت. طيب اجي قال لي طيب انت كان في عندك اندكس كان في عندك اللي هو اوفست يبقى بنفس الكيفيه في حال اللي هو الاس اي والدي اي اللي موجوده انا موجود عندي مين الديفولت سيجمنت اللي هو الدي اس الدي اس او الداتا سيجمنت ريجستر. امثله مختلفه أصبحنا يعني من السهل علينا أن نتعامل معها، نحرك للقيمة المؤشر عليها بالأس آي زائد اللي هو الأل المية القيمة الكونتنت اللي موجودة في هذا المكان روح حط لي إياها فوقين في العدد في آسف الريجستر اللي اسمه إكس، حط لي القيمة 10 في المكان المؤشر عليه من خلال الدي آي اللي هو الكونتنت بتبعت الدي آي زائد وضيف عليها العدد 100. أصبح اللي هو الميمور لوكيشن هيات ككل وخزنها في 1 بايت. هنا في اللي هو خزن 10 في 2 بايت، ليش؟ لأنه قلنا الوورد هنا موجود عندنا. الأس أي برضو نفس الشيء. طب يجوز لنا استخدام اللي هو البيس والإندكس أدرسنج؟ نعم يجوز زي ما احنا شايفين، واللي هو الداتا سيجمنت بتبعنا هو الديفولت سيجمنت. في ليه مين اللي حدد الكلام هذا؟ لانه الاثنين هم كانوا الديفولت بتبعهم داتا سيجمنت. لو رجعتنا بالشكل هين في حاله الاندكس كانت اللي هو داتا سيجمنت وفي حاله البيس كانت داتا سيجمنت، فبالتالي لما الاثنين مع بعض اللي هو بده يكون داتا سيجمنت. لكن عند الاس اي هي داتا والدي اي داتا سيجمنت كاندكس ادريسنج، لكن البيس اللي موجود عند البيس بوينتر كان الستاك سيجمنت، فيبقى الديفولت سيجمنت بتبعنا ايش ماله اللي هو الستاك سيجمنت. دمج الثلاثه مع بعض 3 كومباينيشنز موجوده عندنا. طيب هذيك لما كانت اللي هو ككونستنت لحالها كانت الديفولت داتا سيجمنت، وكما كانت الاس اي لحالها الديفولت تبع الداتا سيجمنت، ولما كانت اللي هو البيس لحالها والبي اكس كانت الديفولت تبع الداتا سيجمنت. لما يكونوا كلهم مع بعض ما اختلفش ايش عندي، برضو الداتا سيجمنت هي اللي موجوده عندي. يبقى هنا عمليه جمع
لا اللي هو المحتوى اللي موجود في البي اكس مع المحتوى اللي موجود في الاس اي، وضيف عليهم 100، كله حيشكل لي اللي هو عبارة عن الميموري لوكيشن اللي هو القيمة اللي موجودة هان، ايش الكونتنت اللي موجود فيها. اوكي روح حط لي اياه في الاي اكس ريجستر، يعني وكأنك تخيل نفسك بتشتغل في الاري. رحنا قلنا له ايه، لا مثلا افتح قوس اكس زائد واي زائد 5 وسكر القوس. ايش يعني معنات الكلام هذا؟ يعني معناته ايش القيمة العددية اللي تبعت الاكس، ضيفها على الواي، ضيف عليها 5، وبدي اللي هو الموقع اللي يمثل بالقيمة هذه اللي نتجت عن هذا الكلام. اوكي عشان اخذها من المصفوف اللي اسمها ايش، ايه، والميموري نفس الكلام. الديفولت سيجمنت اللي هي عبارة عن ايش، ستاك سيجمنت موجودة عندنا، موف بايت برضو نفس الشيء. بس انا لاحظ ما اختلفش، ايش اللي اختلف عندي؟ اللي اختلف البيس بوينتر، يبقى في حاجة. مين حجر الزاوية في الموضوع؟ اللي هو البيس بوينتر ريجستر، او اللي هو البيس ريجستر، هاي بي اكس هان، هذا كانت بيس بوينتر، فيبقى هذه قال لي الديفولت السيجمنت بتبعك اللي هو ستاك سيجمنت. يبقى الجنرال فورم اللي موجود عندنا البيس زائد الاندكس زائد ايش، زائد الاوفست. بعض الليجال ادريسنج اجى قال لي موف اي اكس فاصلة بي اكس زائد البي بي تو بيس cannot be used in one addressing، لسبب بسيط جدا، هذا كان بحدد لي داتا سيجمنت، هذا بحدد لي اللي هو ستاك سيجمنت، وبالتالي اصبح في عندي كونفليكت هنا موجود عنده، لانه اثنين هم عبارة عن بيس، فبالتالي لا يجوز استخدام تو بيس تو بيسز او تو بيس ريجسترز، بيس ادرس والبيس بوينتر. برضو لا يجوز استخدم البي ال بدلا من البي اكس، ليش؟ لانه الادرس كان نوت بي اي 8 بت، هاز تو بي 16 بت، يبقى هذه البي ال. ممكن اجي اقول موف اي ال فاصلة بي اكس بدي 1 بايت بس، اما اني اجي اقول موف اي ال فاصلة، يبقى الخطأ موجود هان وليس هان، الخطأ هي هنا في استخدامنا للبي ال هان، لكن هي المفروض هنا تكون بي اكس، لازم تكون ايش عشان تكون 16 بت. موف اي اكس فاصلة اس اي زائد الدي اي، برضو هذه illegal، ليش؟ لانه two indices cannot be used in one addressing. طيب كيفية حساب الفيزيكال ادرس، كيفية حساب الفيزيكال ادرس، احنا قبل بشوي كنا شفنا الجنرال ستراكشر او الجنرال فورم اللي موجود عندنا، هيو كان بيس زائد اندكس زائد الاوفست. لاحظ لاحظ لما احنا كنا، لو هادي واحد بيقول لي طيب ايش السي اس هادي، هنا انا لما كان في عندي البي اكس والاس اي والقيمة العددية هان، كنا بنقول عنها ايه، انه الديفولت سيجمنت بتبعنا هي عبارة عن ايش، داتا سيجمنت، لكن انا هنا في الانستراكشن بتبعتي هادي لا، اجبرته انه السيجمنت بتبعي بدي اياه ايش، كود سيجمنت، يبقى ما لم يتم تحديد كان حيكون الديفولت سيجمنت بتبعي ايش، الداتا سيجمنت، لكن لانه انا استخدمت الكود سيجمنت اوكي، يبقى انا بدي اياك تجيب لي تروح لعلى مين، على الكود سيجمنت في احتساب اللي هو ايش، الفيزيكال الافكتيف ادرس او الفيزيكال ادرس اللي موجود عندنا. هاي قال لي البي اكس هي قيمتها 100، الاس اي هي قيمتها 200، والكود سيجمنت القيمة بتبعته 1000 على سبيل المثال. يبقى الافكتيف ادرس بتبعنا اللي هو هي البيس زاد الاندكس زاد الاوفست قيمه، تعويض مباشر ما فيش فيه اشي، 100 زائد 200 زائد 700، ما تنساش انه هذه هكسا ديسيمال، يبقى عملية جمع، 0 زائد 0 ضلت 0 زائد 0 ضلت 0، 0 زائد 0 0 زائد 0 برضو ضلت 0، خيها 1 زائد 2 3 زائد 7 10، اللي تمثل بالهكسا ديسيمال اللي هي على شكل A،
يبقى الناتج تبعنا 0x0a00 موجود عندنا بالهكساديسمال. الآن الفيزيكال ادرس، ارجع بالذاكرة بتبعتك، ايش كنا بنعمل؟ كنا السيجمنت كنا بنضربه في ايش؟ في اللي هو 16، او في اساس النظام. ايش اساس النظام كان موجود عندي؟ كان موجود هكساديسمال. يبقى السيجمنت اللي هي الكود سيجمنت مضروبة في ايش؟ في الصفر اكس زائد، او اسف، الصفر اكس 10 بالهكسا ديسمال، او ضفنا صفر على اليمين، زائد الافكتيف ادرس اللي بالنسبة لنا كانت اللي هي الانستركشن بوينتر او الاوفست. ارجع في احدى المحاضرات كان هذا الكلام موجود. يبقى اجا قال اللي بتساوي اللي هو هاي السيجمنت بتبعي اللي هو الالف مضروبة في العشرة، هذه يعني ايش؟ ضيف لي صفر هان، زائد الكلام هذا الاي صفرين، الصفر وهنا صفر، كل هالثلاث خانات هذه حيجي قبالها ثلاث اصفار. يبقى هذه الواحد وهنا صارت واحد واربع اصفار لانه ضربنا في العشرة. حطه على جنب هيك واكتبها وحاول تجمع، فحيكون الناتج عندك 10a0. برضو بنفس الكيفية الفيزيكال ادرس كالكوليشنز، اوكي. لاحظ هنا عنده بي اكس زائد اللي هو 7000، هنا يبقى الديفولت سيجمنت بتبعنا دي اس. ليش؟ لانه احنا ما حددناش، وهذا الصيغة وهذا في الامتحان ممكن يجيك بش بالطريقة هذه، بانه ما يقولكاش هو شو هو الديفولت سيجمنت. انت بدك تكون تحدد ايش الديفولت سيجمنت بناء على ايه؟ بناء على الحالات السابقة اللي احنا كنا ناقشناها قبل بشوي، الحالات هذه اللي موجودة عندنا. بكل مرة كان بحدد لي ايش السيجمنت اللي موجود عندنا. اوكي، ما لم يتم تحديد اللي هو ايش السيجمنت المستخدم، يبقى تطبيق مباشر بيس، هي موجودة بيس زائد اندكس زائد الاوفست. الاندكس ايش مالها؟ مش موجودة، فيبقى عوض مكانها ايش؟ صفر. عوض مكانها بصفر. هاي الجنرال فورم بكيفية احتساب اللي هو الافكتيف ادرس. يبقى 9100 هيها زائد اللي هو الاربع اصفار زائد 7000، طلع عندي اللي هو القيمة. لاحظ 17، هاي 1 2 3 4، وهنا في عندي الواحد هذه، في عندي 17 بت. شوف ايش بقول لي، سيجمنت وارب around، يعني وكأنه انت بدلت سطر جديد، صف جديد. اوكي، اللي هو احنا اذا بتذكر مرة تانية القاعة فيها الاربع كراسي في الصف الواحد، بدي الكرسي الاول من الصف الثاني. اوكي، يبقى 4 زائد 1 يبقى ترتيب الكرسي هذا حيكون رقم ايش؟ رقم 5. بدلنا ايش؟ الصف اللي موجود عندنا. وهذا نفس الشيء في السيجمنت عندي اللي هو في الصف الواحد، خلينا اللي هو 16 بايت كادرس. اسف، 16 بت، 16 بت في الادرسينج. بي اكس زائد 700 هي جمع عندي هنا بكلام افكتيف ادرس ورب الراوند فيزيكال ادرس سيجمنت ضرب اللي هو 10 زائد الاي اي، واللي هو عشان يحسب لنا القيمة زي ما حسبنا قبل بشوي في الشغل بتبعنا. بنفس الكيفية الفيزيكال ادرس كالكوليشن برضو مرة تانية، عملية تعويض مباشر، ما فيش شيء اشي. وهنا الفيزيكال ادرس اجى قال لي السيجمنت ضرب اللي هو 10 والاي اي، اجى اخذ قيمة السيجمنت هي دبل تريبل اف 0 اللي هي ديفولت سيجمنت تبعنا داتا سيجمنت، وقام بعملية الجمع. لكن هنا المرة هذه ايش؟ اللي هو 21 بت برضو ميموري وارب راوند اللي هو في عندي صف جديد موجود.